السلام عليكم خوتي المغاربه، تحيه نضاليه لجميع الاحرار. كنشكر كاع الناس اللي كيسولوا فيا والناس اللي يعني كيبغوا يعرفوا فين كيف فين درتي هذا فين اكسترا. راكم كتعرفوا الظروف اللي خلاتني شويه يعني نغيب شويه على الساحه، وحتى يعني القناه هذه راه يلا كي استرجعتها والماتريال باقي مردوه ليا، مي غادي نعاود نحاول ناخذ ماتريال اخر ونعاود يعني باش نستمروا في هادشي ديالنا. قبل ما نبدا بغيت نقول يعني راه واحد العدد ديال الناس راه كنطلبوني شي اخوان من السعوديه ومن عدد ديال الدول. المغرب هو الدوله الوحيده اللي سمح في المواطنين ديالو عبر العالم، ودابا ناس السواعده كيخلصوهم ولا يوكلوهم ولا يتكفلوا بهم مخلينهم هكا ساكن يعني في كل مدينه تقريبا، يعني قرى هذا ماشي حتى مدن. قال لك راه كاين فوق 80 البشر، 100 200 300 في كل بلاصه في كل منطقه، يعني غير السعوديه بوحدها راه فيها الالاف الالاف، وبلا ما نهضروا على المغاربه عبر العالم. فهمتيني يعني كاع الدول كيف لاحظتوا في كورونا يعني راه سافرت الطيارات وجابت المواطنين ديالها اللي كيسكنوا اللي مقيمين في المغرب. الا المغرب سمح في المواطنين ديالو، وحتى هولندا كانت باغا تصيفط يعني الطيارات المغاربه اللي هما الجنسيه هولنديه داكشي باش يديوهم لهولندا من المغرب، المغرب ما بغاش يحل ليها. يعني راه ما يرحموك ما يخلي الرحمه تنزل عليك. انا يعني تشوف اليوم انت شوف فلوسكم في كيف شنو المغاربه، مادام نتوما ساكتين وعاجبكم الحال ما كتهضروش، كتسناو ولا زلتم تنتظرون، وراكم شفتوا الحاله يعني بلاد ما عندو حتى ما ياكل مسكين الله يحسن العوان كي كيقولوا. ومن كيقول لهذيك القايدة مرضى راه بغينا الخبز، كتقول لي صافي تاع العصا خبز وعصا شي. هذا هو المنطق اللي كيخدم معاكم النظام المغربي، علاش؟ لانه اصلا ما يحسبكمش بلاد، وانت غتشوف حتى دابا فلوسك في كتمشي المغربي وما تخسرش عليك. علاش؟ لانه انت بغيتي يا خويا كذا. فاش كيقول لك الناس تهضر على حقك اخويا تبقى لهم ديك الهضره ديال الفتنه وتمشي عند الله وسميتو مؤامرة خارجية وداك التخربيق. خلينا نقول لهم شي مؤامرة راه هي ملكية، صافي غنمشيو بها. أو أنا تحداك شي لولا الملكية في فرنسا، فرنسا فرنسا شي لولا الملكية المغربية لما سمحت لفرنسا دير داكشي اللي كدير فيه، راه هي المغرب عاطينه لفرنسا. المهم ندخلو باش منطولوش عليكم الخوت. رمضان مبروك كيأمنوا اللي كيأمنوا المسلمين وغير المسلمين. هات شوف اخويا المغرب يحصل على 10 صواريخ امريكيه متطوره مضاده للسفن، القيمه ديالها 62 مليون ديال الدولار. دابا غير قول لي اخويا حنا واش دابا حنا ديما محاربين؟ اش خاصك العريان خاصني الصواريخ؟ هذه راه الصفقه الثانيه، راه مازال كاينه صفقه اخرى فيها 200 مليار 200 مليون ديال 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 الاورو واحد راه جايه هذا اللي تشوفها. يعني المغاربه راه محتاجه، ما انتم شفتوا علاش كنا كنهضروا هذه السنين على التعليم على الصحه على السبيطارات اللي ما كاينينش، هو جاي الكورونا ياك شتا حدكم كي ولات شي الناس. واش شفتوا الفيديوهات ديال الناس اللي في السبيطارات كيمشيو السيده مسكينه كتخنق هكا كتموت خليها، والسبيطار خاويين وما كاين لا اطباء لا ممرضين ممرضين لا عساسه لا حتى شي حاجه. علاش؟ انك انت خويا المغربي بغيتي تعلى راسك هذه الحاله، ملي كنقول انت المغربي راه كنحمل المسؤوليه للمغاربه كلهم، لان كون بغيتي الامور تبدل غادي تنوض ترد راسك على دولتك صافي، ماشي هو يهرب الضربات يجلس يسرق فينا ويدير فينا. وما تنساوش بان هاد الصفقات ديال السلاح هادو هما الصفقات اللي فيهم الفلوس البينا، فهمتي؟ هادو هما اللي فيهم فين كيضربوا الضربات صح، وداك الشيء كيمشي كيديروا ليه طريق عبر افريقيا وبلايص اخرى، فهمتيني؟ وصدروا فين المغاربه. وقلت انت تمشي عند الله اطونسيون عندك حتى شي حاجه، تمشي عند الله خويا دابا والله 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 غير الله قال لكم تجي عندي ما ديروا حتى حاجه، بقاو ناعسين قولوا عطيوها لمراتكم بقى عايش في هذا الشيء العاجل. هانت هات 62 مليار نزيد واحد اخر، ها هي المغرب يقترض، هذه راه كي ياخذ كريدي
باش يشري صواريخ فرنسيه متطوره. ودابا واش حنا خصنا فيما ناكلو وفين نداو وفين نخدمو؟ ولا خاصنا نشريو السلاح؟ واش غنديرو بالسلاح؟ غنضربو مع الجزائر؟ ما عندناش باش نضرب. شنو عندك؟ يلا قول لي ليش باغي هاد الاسلحه هادا؟ شفتي دابا الحروب بايضة، الحرب العالميه الرابعه واقيلا الخير خمسه نهضت، علاش هاد التبذير ديال الفلوس؟ واش جيت شي كتشوف دابا؟ وهادشي راه طرا في عهد في افريل، يعني في عهد كورونا. شي هادشي كافي باش تقول للملك خصك تمشي تحارك. الملك هو اللي مور هادشي، كيقول داك الحولي ديال رئيس الحكومه سير تسيني باسم الحكومه المغربيه، سير وتهزو الكريديت. هو اللي كيعطي الامر، هو اللي كيسرقهم، هو اللي كيعرف اصلا بلا حتى الاثمنه ديال هادشي ما كاينش اللي كيعرف، كيقدروا يلعبوا فيه كيف بغا. ما عندك ما تصور حتى شي حاجه. هذا السكات ديالكم المغاربه ها بقى ساكت، وهذا الشيء غيخرج منك يا المواطن، الله يجعلهم يخرجوه لك بجوج دريال 4 دريال في كل منتوج، وغتحطو انت وهما غادي يسرقوه. وجلس والعشاء مازال حتى بتاريخ 28 ابريل، هذا 28 ابريل كانت كورونا ولا ما كانتش؟ نزيدك مازال اجي تشوف اخا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علاش كنقولوا لكم حنا راه ماشي راه يقول لك حنا راه ماشي ضد الإسلام أو ضد الجوامع، ما قلت حتى واحد ما قال لك غير غريب الجوامع حتى شي حاجة، راه عندنا 56,000 جامعة واش ما كافياكش؟ شحال من سبيطار عندك؟ دابا إلا بغيتي تصليني الفريض راه يمكن لك تصلي حتى لدارك، يمكن لك تصلي في زقة، يمكن لك تصلي في أي بلاصة، ياك ولا لا؟ ولا بغيتي الدواء واش يمكن لك الدواء في دارك؟ يمكن لك الدواء في الزنقه؟ يمكن لك الدواء في اي بلاصه؟ لا خصك سبيطار ويكون فيه المعدات اللي كاينه اليوم في السبيطارات اللي هما مزيانين في اوروبا وفي دول، علاش ما عندناش الامكانيات باش واش شتي هادشي؟ يجهز لك 700 سبيطار هادشي كتشوف ما الموارد فين غاديين؟ وانت انت بقى صافي حتى نقول لي ديك اللعبه ديال ما كاينش معاه مان وجهتها وزارة الأوقاف كتنفق 14 مليار هدية على الأضرحة والزوايا باش ناكلو معزة خضراء نفرسوها في السماء، دابا تولو تاكلو تا الخرا ديال الجمال، نعاونو يطيرو للجمال، رجلي لي تا هو هداك الدكتور اللي خارج لي موضين، وموضين واش في 2020 تا الناس مازال كدي معاهم واش نشربو البول ولا منشربوش، واش ناكلو الخرا، كيقلهم كيجلس كيقولهم تاكلو الخرا ديال الجمال حاشاكم. وهذا طبيب ودابا نوريك غدا ندير عليه الفيديو حتى هو، لان راه موضوع مهم ماشي انا هو الشخص كشخص اللي يهمني، ولكن باش نشرح لك العقليه وهذيك العقليه فما غتنتج لك دوله علمانيه متحضره متقدمه، غتنتج لك غير التخلف. علاش كنقول لكم غير تكرارا؟ راكم كتولدوش الاجيال الصاعده الاجيال الجديده، كنولدو جدودنا وجد جد جدنا، علاش ان داكشي كيبقى في هذا راه غير الزاوية والأضرحة وعاد 25 مليار كاين واحد يجي في خاطر تخسر عليه الجوامع. ودابا الخوت زعما هاد الفلوس هادو ما داوش بيهم، اما اولا نداو بيهم دوك الناس اللي كيمشيو للسبيطارات وما كيلقاوش حتى اللي يداويهم، وتابع لي هضره كيعرفش ولا نخسرهم على صحاب قال ما قال قال على الزعالة. اش نفعونا هاد الناس؟ غادي يصنعوا لنا الدواء ديال كورونا؟ باش كينفعونا حنا هاد الناس؟ الزاوية والأضريحة، بنادم مريض في عقله مسكين كيدي ربطوه في بوهم عمر، واش هذاك هو لو تريتمون؟ هذاك هو الدواء؟ واش هادشي اللي بغيته ليوسف؟ ما فهمتش اخو واش هادشي ما عرفتش. ما عرفتش اخويا، بحال كدوي وكأنك ما كديش مع بشر، لأن كاين واحد النوع ديال الناس كيفهم قبل ما تدوي، وكاين واحد النوع ديال الناس كيخصو شوية الوقت عاد كيمشي يبحث ويقلب على شي مصطلحات، ماشي مشكل مزيان مزيان اخويا بحال خذ وقتك الكافي، أي حاجة سمعتيها سير على راسك، كيما ما تيق بينا معايا ياك، وكاين واحد النوع ديال البشر اخي ديالي، وراه بحال اللي كتدوي مع البقار ومع وراه في الحيوانات، والحيوانات تبقى
قد الان اما موضوعي يقول صافي بارك الله فينا فهمنا هذا خويا راه اللي خلاص مو اللي خلاص ما انت شوف نسك رزقك فيك يمشي وزيد مازال في عز طلع هو سيدكم زميلكم السادس ياك هو مشى بعدهم السبيطار في مالي عسكري باش فلوسو فلوس اه وشتي راه غير هادشي هادشي اللي جبت لك اليوم كافي باش انك هاد المسؤول خصو يمشي بحالو الراجل الاول في الدوله اللي عنده جميع الصروف راهو محمد السادس شنو فاهمين اما كاين لا عثماني ولا يبقاو وشي اي واحد بعدا المناضلين ما كيضربش محمد السادس اصل عليه يديك وقالك نشعل وحتى انت هذاك النضال ديال شي وحدين في هذيك القاعه كاع في ميريكان ولا ما نعرفو في عدد من الدول وكيضربك حدو كيبان لا العثماني هو يبانش ليه شي حاجه فوق العثماني كاينه هي اللي كتحكم في العثماني لا هما شادين العثماني وربين هاد الفيسبوك بحال حائط المبكى ديال اليهود اليهود راه عندهم واحد الحائط اللي سيبتيو عليه ورسط واحد الخريطه من الحجر كما ربط نهيت في ذلك الصباح المغاربة عندهم الحائط ديالهم هو الفيسبوك بارطاجي يا مواطن ما تبارطاجي اه تبارطاجي تسحبكم ما كيشوفش هاد الشيء ترى بلا ما تبارطاجي راه هو راه عنده 700 جهاز امني كيعجبو ليه التقارير صباح يعجبو كيعرفني ما كتعرفوش انت ولا انا معاك في ما كان في العالم كيوصل كل شيء وانت باقي في ديك اللعبه بارطاجي انا راه زيدو بارطاجي بارطاجي باش يطلع اللايف الالف باش ما نعرف باش نبقى علينا بالاحلام اليقظه وانا جاي لكم تنتوما فيديو جاي لان غادي جبت في الفيديو ديالكم لان كنحس انتوما نحطكم في بلاصتكم لان داك النظام ديال عكو الخراف زكو والله ما عرف تبقاو تجيو تبكيو تبينوا للناس انكم راكم ضد النظام وان كذا وهذه مثلي ولكن شكون اللي زهق النظام من السقوط ديال 2011 لا الاحزاب والاحزاب اليساريه الجميله اليسار الملكي اللي ولا عندنا انت اخويا تحياتي لكم الى الفيديو المقبل شكرا اللي ضيعتوا معايا واحد شويه الوقت راح نرجع عاوتاني مره اخرى للفيديوهات هاد المواضيع لان كيبان ليا خوينا اليوم في الساحه او كان كنشوفوا الناس كدير يعني شحال واحد كيجي كيقول لي تسفير اخويا خليتي بلاصتك ولكن انا راه مشغول انا راه ماشي المشاكل اخويا راه تلقى هي وهاد البريود عندي فيها شي درك وداكشي المهم تحياتي ليكم